بالمناسبه استكمالا بقى لسلسله النجاحات المصريه، عايزين نقول لكم ان او ناخدكم من كاس العالم لكره اليد لكاس العالم للرمايه. امبارح حقق الرمي المصري عزمي محلبة الميداليه الفضيه في منافسات فردي السكيت بكاس العالم للرمايه اللي اقيم في العاصمه المغربيه الرباط. وبالمناسبه الفرق كان نقطه واحده بس عن منافسه اليوناني اللي طبعا توج بالميداليه الذهبيه. الجدير بالذكر ان بيشارك في كاس العالم بالمغرب اكثر من 360 رامي وراميه بيمثلوا 45 دوله مختلفه، ومنتخب الرمايه المصري الحقيقه يعني بالانجاز الكبير اللي بيحصل ده او اللي حصل ده بيكون حجز اول مقاعد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024 عن طريق البطل عزمي محلبه اللي فاز بالمركز الاول والميداليه الذهبيه في بطوله العالم اللي اقيمت في كرواتيا، ليتاهل بذلك لدوره الالعاب الاولمبيه القادمه ويصبح هو صاحب اول مقعد لمصر في باريس 2024. كل النجاح يا رب ان شاء الله وكل تمنياتنا بالتوفيق دي. بص انت بتتكلم هنا في رياضه الرمايه برضو. أيوة. رياضه الرمايه لحضراتكم ترجعوا برضو تاريخيا ما كانتش الرياضه الابرز لمصر، ما كناش متفوقين قوي في هذه الرياضه تحديدا، بس انت اصبح عندك زي ما بتقال مقعد او مكانه في هذه الرياضه بفضل بعض الابطال المصريين اللي بيقدروا ان هم يعملوا ده في محافل دوليه مختلفه. فزي ما بنتكلم هنا عن عزمي او غيره من الابطال اللي في رياضات مختلفه هم اللي بيفردوا نفسهم على الساحه العالميه، اعتقد ده انجاز كبير جدا للرياضه المصريه في الاول وفي الاخر. وعلى فكره الابطال دول بيبقوا جايين من انديه مختلفه، من أندية مختلفة كلها، هتلاقي عندك من نادي الأهلي ونادي الزمالك وسموحة وغيره، كله من أندية مختلفة، بس في الأول وفي الآخر دول مصريين وهو ده المهم. وأي بطل من أي نادي هيجي وهيرفع اسم مصر في الخارج كلنا هندعمه، كلنا هندعمه، زي بالظبط كده لما أي نادي مفروض إن هو بيمثل مصر في الخارج مفروض أنت بتدعمه، طالما بيمثل مصر هندعمك، حتى لو أنت المنافس هندعمك إنك بتمثل مصر، ده اللي إحنا نعرفه. على كل حال في حاجة كمان إحنا إمبارح تابعناها طبعًا، ولازم نقول ألف مبروك لمصطفى عسل، اتكلمنا عنه برضو امبارح، هو اكتسح حقيقي يعني البطل برضو البطل الكبير محمد الشرباجي، هو مؤخرا حصل على الجنسية يعني الإنجليزية وكان بيلعب باسم مصر فترة، زي ما حضراتكم عارفين كان في يعني قصة حول هذا الموضوع. هو محمد الشرباجي مصري ولكن اختار ان هو يتجنس بالجنسية الإنجليزية، وكان بينه امبارح يعني وبين مصطفى عسل مباراة كانت قوية جدا، انتهت بفوز مصطفى عسل بنتيجة 3-0، وتوج مصطفى عسل بطلا لبطولة هيوستن للسكواش في أمريكا. كانت يعني مباراة ولا أروع زي ما بتقال، البطولة أقيمت في ولاية تكساس الأمريكية، كانت ما بين 11 ل 15 يناير، وقيمة الجوائز هي دي بقى، أنت على فكرة ناس بتقيم البطولات بقيمة الجائزة، قيمة الجائزة ماديا بنتكلم هنا قد تصل أو هي وصلت يعني ل 110,000 دولار، أعتقد دي في عرف يعني هذه الرياضة رياضة الاسكواش يعتبر كويس. وكده بنتكلم بقى مصطفى عسل وصل إن هو المصنف الأول عالميا، يعني ألف مبروك. كنا امبارح بنقول المصنف الثاني، أنت فاكر؟ كنا لسه بنقول امبارح المصنف الثاني قدر إن هو يعلي من يعني التصنيف بتاعه بفوزه لهذه البطولة، ألف مبروك. ومزيد من الأبطال إن شاء الله تاني هرجع أقول اللي بيرفعوا اسم مصر في محافل دولية مختلفة سواء على صعيد الرياضة أو على أي صعيد آخر، كلنا أكيد كمصريين بنسعد بده. حاجة تتفرح طبعا. وحاجة تشرف وحاجة تسعد وتقريبا قد يكون هو أصغر مصنف رقم واحد على مستوى العالم، هو مواليد 2001 لو أنا مش غلطان، لكن حاجة عظيمة جدا جدا جدا، وتدينا أمل في اللي جاي لو احنا مشينا بالشكل الطبيعي المنطقي الممنهج اللي المفروض نمشي عليه في كل الرياضات المصريه المختلفه. هتلاقوا حضراتكم ان احنا كل يوم حتى ما عندناش وقت نفتح ملفات، هتلاقوا البرنامج ده كل حلقاته اخبار حلوه ورا بعض اكيد، ودي حاجه بالظبط، دي حاجه يعني حقيقي المصريين يستحقوها وجديرين بيها.